وين بتسكنها؟ ببيتنا. بتسكنها بشقة إن شاء الله وراح ترتاح لتحاتي. ويحسموا عند أمك؟ لا لا، بروحنا 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 طبعا. عندها مدخل بروحها؟ أسوي لها. إيه، راح أسد كل احتياجاتها لتحاتي. سين، قول لي، بتجيب لها خدامة ولا بتقول تونا متزوجين وما يحتاج خدامة؟ أكيد ما راح تنظف. إيه، اللي تأمري فيه يما، راح يبلها خدامة إن شاء الله. إيه، دير بالك، ترى بنتي ما تطبخ. نطبخ لها، نطبخ لها لتحاتي. دليفري. عندك دخل ثاني؟ لا، إن شاء الله في مشاريع لقدام إن شاء الله.